خلال زيارته لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة العام في إب، وجه وزير الأوقاف والإرشاد شرف قليصي مكتب الأوقاف بالمحافظة بشراء 1000 غسلة إسعافية لأمراض الكلى وتسليمها للمركز بصورة مستعجلة لإنقاذ حياة المصابين الذين توفي عدد منهم الأسبوع الماضي. إب كانت ولا زالت وستظل قبلة النازحين ومدينة التعايش السلمي بين فئات المجتمع المختلفة، هذا ما يؤكده كل من وصل إليها من مسؤولين ومواطنين وصناع قرار، وهي بالفعل كذلك. في الوحدة الفكرية اللي كانت في إب صارت مأوى للآمنين، مأمن للآمن للخائفين، ومشبع أيضا للجائعين، ومكسى للعارين من كل المحافظات. لم تكن إب لتعز فقط حاضنة ومداوية لجرحهم، بل كانت للحج، وكانت لعدن، وكانت لصعدة كذلك، وكانت لمأرب، وكانت لصنعاء. حتى بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية إن أراد أن يأمن ذهب إيش؟ يذهب إلى إب. وزير الأوقاف الذي وصل إلى إب والتقى بفضيلة العلماء والخطباء أكد من خلال كلمته على وحدة الصف الداخلي ورد جبهات القتال بالمال والرجال ودعم محافظة إب بما يسهم في تعزيز سلميتها وأمنها واستقرارها. الاطلاع عن كثب عن أوضاع المكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة، والالتقاء بالدرجة الأولى بفضيلة الإخوة العلماء والخطباء والمرشدين، الوضع على الاطلاع على الوضع الإرشادي والتوعوي. وكما تعلمون جميعا أن العملية الإرشادية هي جبهة لا تقل عن جبهة المواجهة، هي جبهة الصمود أمام العدوان وما يتعرض له شعبنا من حصار ومن عدوان غادر وغاشم. قيادتي السلطة المحلية وفرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة رافقت وزير الأوقاف شرف القليصي إلى قسم الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى الثورة العام استجابة لما عرضته قناة اليمن اليوم عن معاناة المرضى نتيجة لنفاد مواد الغسيل بسبب استمرار إغلاق المنافذ من قبل تحالف العدوان، لتلتزم الوزارة بتوفير 1000 غسلة عاجلة لمرضى الفشل الكلوي. احنا موجودين على طول، ما عليكم، نتبرع لكم ايضا بألف غسلة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هؤلاء هم ابناء اب، وهذا لهم وجه، وهذا لهم من حافظوا على اب ومن كانوا لنا دعم وسند. هؤلاء العلماء الذي فعلوا الوثيقة في يومه، والذي عملوا البيان والفتوى الشرعية، الذي حرموا تجريم الاقتتال في محافظة اب، لهذا اصبحت اب الان مأوى كل اليمنيين. هكذا تتجلى الحكمة والأخوة اليمنية عند المواقف الصعبة والحرجة في توحيد الصفوف وإغاثة المنكوبين. سمية صحلول، قناة اليمن اليوم، محافظة إب.